مشاهدينا مثل ما عودناكم كل يوم خميس مع الفقرة الجوية نصد لكم من خلالها حالة الطقس في عطلة نهاية الأسبوع وأيضا درجات الحرارة المرتفعة في أوروبا وذلك مع الأستاذ عبد العزيز القراوي مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الإرصاد الجوية. أسعد الله صباحك وحياك الله معنا في برنامج العالم هذا الصباح. صبحكم الله بالنور والسرور وصبح للسادة المشاهدين بالخير. في البداية يمكن قاعد نلاحظ ارتفاع درجات الحرارة في معظم الدول الأوروبية، شنو السبب؟ طبعا القارة الأوروبية بشكل عام لا تخلى من التعرض لموجات حارة، ولكن هذه السنة واجهت كثير أو معظم مناطق أو دول الأوروبية ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة. كثير من الأرقام القياسية سجلت في بعض الدول الأوروبية مثل بلجيكا وصلت 42، وكذلك جنوب فرنسا سجل السنة هذه 46 درجة مئوية وهذا غير مسبوق في أوروبا. صحيح، يعني التقارير وحالات الطقس اللي في بلجيكا من سنة 1947 لم تتجاوز درجة الحرارة 36 درجة مئوية. فبالنسبة لهم هذا شيء جديد. شيء يعني إذا نسوي مقارنة ارتفاع 6 درجات في درجات الحرارة هذا، وخاصة الدول أوروبا الحرارة فيها والأجواء الحارة تكون رطبة وارتفاع نسبة الرطوبة تؤدي أحيانا إلى حالات الاختناق. ايضا كذلك ان الدول الاوروبيه بحكم مناخها البارد قليل من المباني يستخدمون التكييف. ايضا حتى هذا الشيء يمكن حتى خلال الصيف دائما الناس اللي تحجز في الفنادق تسال هل هذا الفندق فيه تكييف ولا لا؟ نعم، هذه من النصائح نوجهها حق الساده المواطنين المقيمين، اي واحد بيسافر اوروبا ولا عنده خطه سفر في الايام الجايه يحرص على تواجد التكييف في الفنادق. في ناس راحت انصدمت انه ماكو تكييف، في ناس غيروا الحجز وكنسلوا الحجز بسبب موجه الحر اللي حاشت اوروبا الاسبوع الماضي وكانت الاشد حتى في بريطانيا تجاوزت درجات الحراره المعدلات الطبيعيه وكذلك في المانيا. فاحنا دائما ننوه عليهم بالتاكد ان هناك يوجد تكييف في الفنادق او الاماكن اللي راح. صحيح. هل ارتفاع درجات الحراره في اوروبا مستمر؟ طبعا دائما في شهر اغسطس تبدا درجات الحراره بالانكسار في القاره الاوروبيه. هناك متوقع ان تكون موجه حر في بدايه الاسبوع القادم في بعض الدول جنوب القاره الاوروبيه مثل اسبانيا، فرنسا، كذلك بعض ايطاليا، ولكن مو بنفس قوه الاسبوع الماضي. الأسبوع الماضي كسرت حواجز درجات الحرارة العظمى في كثير، وصلت إلى السويد والدول الإسكندنافية في شمال أوروبا. تمام، نرجع حق الكويت، نتكلم عن موسم المرزم. شي حكي عن هذا الموسم، شي يقول؟ يمكن في ناس وايد ما عندها علم بهذا الموسم، فخلنا نعرف منك. طبعا موسم المرزم أحد المواسم الرزنامة الفلكية في دولة الكويت، وهو بداية أو آخر فترات الصيف، ودائما تكون في فترة المرزم أشد فترات درجات الحرارة، وإحنا نطلق عليها محليا في جمرة القيض أو باحورة الصيف. ممكن توصل؟ إذا حاليا إحنا قاعد نحس حرارة جدا مرتفعة، فراح ترتفع أكثر؟ هي مو قضية إيش كثر راح توصل، هي قضية درجات الحرارة العالية إيش كثر راح تستمر، كم ساعة تستمر خلال فترة النهار. تمام، بداية شهر 6 سجلنا 52 و51، ولكن تصل إلى 51 تستمر 30 دقيقة ساعة بالكثير وترجع تنزل تدريجيا، ولكن في هذه الفترة نلاحظ أنه تقريبا من الضحى يعني الساعة 10 11. صحيح. توصل 48 و49 وتستمر إلى فترات العصر. صحيح. تتجاوز 3 ساعات أو 4 ساعات، فهذا يساعد على زيادة التسخين على سطح الأرض، يساعد على زيادة الإحساس بالحرارة. فدائما في هذه الفترة تكون درجات الحرارة العالية تستمر أطول في ساعات النهار. يعني إحنا متوقعين اليوم راح توصل 50، كذلك باكر راح توصل 50. إذا نبي نتابعها إيش كثر راح تصل أو تظل على 50، راح تتجاوز 2 3 ساعات. فهذا اللي يميز هذه الفترة اللي هي فترة موسم المرزم، وهي في آخر فترات الصيف وتكون فيه أشد درجات حرارة. أما من ثم نبعد موسم الشليبين وتبدأ تنكسر درجات حرارة، ومن بعده يجي موسم السهيل وتبدأ إن شاء الله تباشير الأمطار والخير في بداية موسم السهيل. يمكن في ناس حاليا قاعد تشوفنا وتسأل الرطوبة ما شفناها هالسنة، فهل هي قادمة راح تكون موجودة؟ إحنا بحكم مناخ الكويت طبعا موسم الرطوبة يبدأ مع، خلنا نربطه مع الشليبين.
هي لا توجد هناك علاقه ولكن هذا يعني خلينا نقول زمنيا ابتداء من الاسبوع الاول او الثلث الاول من شهر 8 راح تبدا الاجواء بالتغير، الكتله الهوائيه المؤثره على دوله الكويت راح تتغير، احنا راح نلاحظ او لاحظنا الايام القليله الماضيه تقلبات في الرياح دار الهواء كوس بعض الاحيان، ارتفعت الرطوبه على المناطق الساحليه والجزر، اللي يكون في المناطق الغربية والمناطق البعيدة عن الساحل شوي ما يحس فيها عدل خاصة اليومين اللي طافوا، ولكن ابتداء من الثلث الأول من شهر 8 راح تبدأ الأجواء بالتغير وتنكسر إن شاء الله درجات الحرارة وتبدأ الأجواء تكون رطبة أكثر ما هي حارة. ممتاز، خلينا نعرف عن درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يمكن في ناس تسافر من خلال المنافذ البرية، في ناس تروح الشاليهات، فتحب تعرف شنو الجو خلال عطلة الويكند أو نهاية الأسبوع؟ احنا متوقعين لا تزال اجواء في النهار شديده الحراره، متوقعين باكر راح توصل 50، يوم السبت راح توصل 48 تقريبا، هناك نشاط في الرياح متوقع ابتداء خلينا نقول باكر من الضحى تصل سرعه الرياح الى 50 كيلومتر في الساعه، خاصه المناطق الغربيه راح يكون هناك بعض الاتربه المثاره، بعض النشاط في الرياح. الاجواء البحريه بشكل عام خلال عطله نهايه هذا الاسبوع يعني احنا ما ننصح في ممارسه الانشطه البحريه خاصه في فتره الذروة اللي هي من تقريبا 10 الصبح إلى 4 أو 5 العصر، متوقع أن تراوح الموج من 5 إلى 6 أقدام تقريبا في أعلى حالاته، خاصة في محادق الكويت الجنوبية وكذلك الشرقية. ابتداء من يوم السبت راح تبدأ الرياح تخف مرة ثانية، ترجع الأجواء حلوة حق البحر وكذلك حق الأنشطة الخارجية باستثناء فترة الظهر اللي هي تكون درجات الحرارة عالية فيها. خلينا نتكلم عن موضوع التان والتشمس، هذا موضوع يمكن حكيت عنه أنا مع الأستاذ عيسى رمضان وفي برنامج العالم هذا الصباح، ولكن نحب نرد ننوه أن في ناس عندها مفهوم خاطئ في أنها تسوي تان الساعة 12 الظهر. نعم. فهذا جدا خاطئ، فايش رأيك أنت من هذا الموضوع؟ لا طبعا احنا ليش دائما احنا ننوه وننصح عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في فترة الظهر من الساعة 11 إلى 4 العصر. في هذه الفترة تكون أشعة الشمس تقريبا شبه عمودية على سطح الأرض، وكذلك درجات الحرارة عالية تؤدي إلى ضربات الشمس، ما ننصح بالتعرض المباشر لأشعة الشمس. دائما اللي يحبون إخواننا يسوون التان عندك يعني فترة الصبح في ساعات الصباح الأولى يعني من بداية الفجر إلى تقريبا الساعة 9 10 الصبح لغاية الساعة أو آخر النهار 10 أي تقريبا قبل ترتفع الشمس وقبل ان ترتفع درجات عموديه خصوصا فتره الظهر. في فتره الظهر تكون تقريبا 84 درجه شبه عموديه على سطح الارض، تسبب اضرارها اكثر من منافعها. صحيح. او ساعه العصر الاخيره، ساعه النهار الاخيره من بعد الساعه 4 العصر، يعني بعد الساعه 4 العصر تقريبا تبدا تنكسر الشمس ولغايه الغروب. لغايه الغروب، هذه يعني الاوقات المناسبه لعمل التان. ممتاز، احنا اكيد نشكرك على تواجدك معنا في برنامج العالم هذا الصباح ومستمرين معكم.